آخر حاجة هنتكلم عليها السكرم. آخر حاجة هنتكلم عليها السكرم أو اللي هو الفيوز سكرة الفيرتبري، ده بنسميه سكرم. السكرم بيبقى عبارة عن خمس فقرات ملتحمين مع بعض اللي هم السكرة الفيرتبري. يعني لو عدينا الاسباينس بروسيس بتاعتهم 1 2 3 4 5. طب في الحالة دي لو لقيت واحدة نمرة 6 أو 7 أو أكتر، يبقى دول الكودة الفرتبرية، يبقى دي الكودة الفرتبرة رقم 1. ولو لقيت أكتر من 5 لقيت 7، يبقى الكودة الفرتبرة 1 و2 لازقين كمان مع السكرم. إنما السكرم المفروض إن هو الخمس فقرات سكرة الفرتبرية لازقين في بعض، بيعملوا العظمة واحدة مثلثة الشكل زي ما احنا شايفين كده، البيز بتاعها ناحية قدام والإيبكس بتاعها ناحية الديل من وراء. أهم ما يميز البيانات اللي عليها طبعا اللي فوق دول السباينس بروسيسز، والإخرام اللي موجودة على الجنبين دي اللي هي بنسميها دورزال ساكرا الفورامنا. دورزال ساكرا الفورامنا أحيانا تلاقي جنبيها كريست، يبقى ده اسمه لاترال ساكرا الكريست، يبقى دول الدورزال ساكرا الفورامنا وده اللاترال ساكرال كريست، انما ده اللاترال بوردر. لو بصيت من تحت بتلاقي فيه اخرام تانية. طبعا الاخرام دول بعددهم 4، لان بين 5 فقرات فوق سواء فوق او تحت، اللي فوق الدورزال ساكرال فورامنا 4، واللي تحت الفنترال ساكرال فورامنا 4 زيهم، وبيبقى فيه كمان 4 ترانسفيرس لاين هم بيحددوا مكان الالتحام ما بين الفقرات، الأربعة ترانسفيرس لاينز دول. كل من الدورزل والفنترال ساكرا الفورامينا دول بيدخلوا على القنال بتاعت الساكرام دي اللي بنسميها ساكرا القنال، اللي بنسميها ساكرا القنال دي، سواء من قدام أو من وراء ساكرا القنال. لما نيجي نبص على البيز بتاع الساكرام من قدام بنلاقي فيه عدة حاجات تهمنا، اللي هم ايه؟ اول حاجة ده البادي، البادي بتاع السكرم. لو بصيت تحت البادي بتاع السكرم في شفة تحت، ايه شايفين الشفة دي؟ دي شايفين الشفة دي؟ ده بيتسمى برومونتري اوف ذا سكرم، برومونتري اوف ذا سكرم، انما ده البادي اوف ذا سكرم. ولو بصيت فوق، فوق البادي دول الكرينيال ارتيكولار بروسيسز، دول الكرينيال ارتيكولار بروسيس. على الجنبين ده الوينج اوف ذا ساكرام، كل ده كده اسمه وينج اوف ذا ساكرام، ده وينج وده الوينج، شكله بريسماتيك زي ما احنا شايفين كده عشان الشكل ده بيميزه عن حيوانات تانية كتير. لو بصيت على الوينج اوف ذا ساكرام هتلاقي من قدام ارتيكولار فاسيت ومن ورا اوريكولار فاسيت، اوريكولار يعني شكل الوجه. اللي قدام ارتيكولار فاسيت اللي زي ما قلنا قبل كده اللي بيتمفصل مع الكودا الارتيكولار فاسيت اللي على اللمبر فيرتبرا رقم 6 مع الترانسفيرس بروسيس بتاعها بالمنظر ده كده. يبقى اللي قدام دول اللي بتسموا كرينيال ارتيكولار فاسيت او فاسيت فور ارتيكوليشن مع 6 لمبر فيرتبرا دول. امال اللي ورا دول اللي ملونين دول اللي شكل الود، دول اسمهم اوريكولار فاسيتس، اوريكولار فاسيتس. ولو رجعت لعظمه الاوسكوكسيل اللي درستها الترم اللي فات على الاليوم بيبقى فيه زيهم اوريكولار فاسيت، دول بيعملوا التمفصل اللي اسمه ساكرو ايلياك ارتكيليشن، ساكرو ايلياك ارتكيليشن، يعني دول بيتمفصلوا مع عظمه الاليوم بتاع الاوسكوكسيل. انما اللي قدام دول بيتمفصلوا مع اللاست لامبر فيرتيبرا، دول بيتسموا كرينيال ارتيكولار فاسيت او فاسيتس فور ارتيكوليشن ويز ذا لاست لامبر فيرتيبرا. انما اللي ورا دول بيتسموا اوريكولار فاسيت او فاسيتس فور ارتيكوليشن ويز ذا ايليوم، الاوريكولار فاسيت فور ارتيكوليشن ويز ذا ايليوم. كده يبقى خلصنا عظمه الساكرام. شكرا. ولو كنت خرجت من الفيلد شوية في العظم دوت علشان انا مثبت الكاميرا وبحاول ان انا اشرح وهي ثابتة، يعني مفيش حد ماسك الكاميرا. شكرا.